شكرا سيادة الرئيس على التأكيد على أهمية المجتمع المدني ودوره في إنجاح المؤتمر، وكما رأينا في السنوات القادمة أنهم دائما كانوا يتحدثون عن هذه المسألة وأهمية مكافحة أزمة المناخ لأنها مستقبل البشر. المستشار الألماني، الكلمة معك للإجابة على الأسئلة. شكرا على الأسئلة وللمشاركة في هذا النقاش. أعتقد أن هذا يشكل أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها الإنسان ويلعب دور مهم في كوب 27. مرة أخرى أود أن أشكر الرئيس السيسي على استضافة كوب 27 وعلى الأعمال التحضيرية لهذا المؤتمر مما سيجعله ناجحا. فيما يتعلق بتمويل المناخ، كان هناك الكثير من النقاشات بشأن هذا الموضوع، وأنا في كلمتي أشرت إلى أن الأمر سوف يدور حول تنفيذ الوعود التي تم تقديمها وتقديم $100 مليار. كلنا يجب أن نقدم مساهمات. ألمانيا سوف تقوم بدورها، وهذا بالطبع جزء من خطتنا للموازنة وتقديم هذا التمويل. وعندما نقوم بهذا فهذا سوف يشجع الآخرين كذلك، وجزء من ذلك يمتد كذلك إلى الكثير من التعاون الذي يجري مع بنوك التنمية والضمانات ضد الخسائر والأضرار. كل هذا عمل مستمر. وجهة نظري أنه من المهم عندما نجتمع معا لمناقشة مسألة تغير المناخ أن نفهم العلاقة بين التمويل والتحول التكنولوجي. من المهم أن نلاحظ هذا التغير في حديثنا عندما بدأنا في التحدث عن التمويل. عندما تم تقديم أول تعهدات كانت فكرة التغيير التكنولوجي وإنتاج الطاقة ليست مطورة بشكل كامل. البعض تقدم ولكن لم تكن التقدمات الكبيرة قد حدثت بعد، وأعتقد أن هذا هو ما أحدث الفرق بين هذه المناقشات والمناقشات السابقة، وهذا له تأثير عندما تنظر إلى أوروبا وإلى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا. العمليات الصناعية قد تغيرت، كنتيجة لذلك ضمننا أن تنقلنا سوف يكون سهلا. الدول قالت أنها سوف تتوقف عن استخدام الفحم والغاز، ومجرد أن قررت الدول أنها سوف تقوم بإنتاج الأسمنت بالطريقة التقليدية فالعمليات الكيميائية أصبحت تستخدم طرق، وهذه القرارات التي اتخذتها الدول والشركات. وفي نفس الوقت نشهد تحول في الصناعة في اتجاه إنتاج كهرباء دون إنتاج ثاني أكسيد الكربون، ونحن نرى أنه يجب أن يكون هناك شرطين متوفرين لكي نتمكن من العيش دون الوقود الأحفوري. الأول هو أن ننتج قدر كافي من الكهرباء دون ثاني أكسيد الكربون، أن نعتمد على الطاقة المتجددة والطاقة النووية التي تتبعها بعض الدول التي تعتمد عليها ألمانيا. والشيء الآخر أن ندرك في نفس الوقت أننا في حاجة إلى المزيد من الكهرباء أكثر من كنا نستخدمه في الماضي، لأن هذه أحد الشروط لكي تتغير طرق التصنيع. نحن نتحدث ونستبدل الإنتاج بالكهرباء من الطرق القديمة وقدرات الإنتاج. في حالة ألمانيا تعتمد على الطاقة الشمسية، الكتلة الحيوية وطاقة الرياح، وهذا له تأثير بالطبع على قطاع البنية التحتية، لأن هذا الاقتصاد سوف يحتاج إلى شبكة كهرباء أكثر كفاءة. هذه عملية بدأت تحدث الآن ونراها تنفذ في إنتاج الكهرباء
والطاقة، وهذا يفتح فرص في العالم. كنتيجة ذلك فهذا سوف يفتح فرص جديدة في العالم. وكما ذكر الرئيس السيسي الآن، وسمعنا هذا من دول أخرى، أن هناك كثير من الدول تفكر في إنتاج الهيدروجين، وهو يمكن أن يتم تصديره لأن هذا متطلب لصناعات أخرى. لذا هذا يفتح فرص جديدة لدول أخرى. يمكن للدول أن تنتج طاقة تنقل لدول أخرى تحتاج إليها، وتقدم ربما فرص جديدة من خلال عملية التحول تلك. لذا هذا شيء يحدث الآن، وأعتقد أنه يجب أن يحدث. إذا كنت رئيس حكومة أو دولة وقلت نحن نريد أن ننتج هيدروجين وطاقة متجددة لكي نصدرها، سوف تكون شخصا شجاعا، ويجب أن تثبت أن هذا قرار in an inverted manner taking place in countries that are transforming their economies. في دول تحول اقتصادها. يمكن أن تعتمد على حقيقة أنه سوف يكون هناك دول تريد أن تستورد الهيدروجين الذي تنتجه أنت. هذه عملية تحول صناعي وهي دائما ذات طبيعة عالمية. وبالاستماع إلى الزميل من حكومة الكونغو الديمقراطية، هي تحدثت عن هذا بالفعل وكيف يمكن أن يحدث تعاون بين الكونغو وألمانيا في هذا المجال. أعتقد أن هذا جزء من عملية التحول العالمية. وسؤالك مبرر للغاية، وسوف يكون هناك الكثير من مثل هذه الأسئلة. من الواضح أننا إذا قمنا بهذا، إذا قامت الشركات في دولنا خاصة في ألمانيا، وهذا ينطبق على دول أخرى، إذا جعلناهم ينضموا إلينا، سوف يتمكنوا من الاستفادة من هذه الفرصة. ونحن كحكومة من خلال تعاوننا مع الشركات نلزم أنفسنا كذلك بالتأكد من أنه من خلال التعاون مع الشركات سوف نضمن تحقيق الأهداف. نأخذ مثلا التنقيب عن المعادن مثلا والتعدين، كل هذه الأنشطة نفكر في القيام بها بطريقة لا تضر بالبيئة، استخدام المياه بطريقة صحية بحيث نتأكد من أننا لا نلوث مصادر المياه والموارد المائية، وهذا سوف يؤدي إلى تقدم إيجابي للعالم كله. كما ذكرنا كل شيء مرتبط ببعض، مسألة التمويل وحقيقة أننا نجد أنفسنا في الثورة الصناعية، وهذا قد حدث منذ سنوات طويلة على مستوى العالمي، وكل دولة هي جزء من هذا. ومن وجهة نظري فإن هذا يفتح الكثير من الفرص الهائلة إذا تصرفنا بطريقة عادلة وأردنا لهذه الدول أن تشارك فستشارك. وإذا كنا عادلين مع المواطنين ومع البيئة فإننا سوف ننفذ هذا، لأن هذا يجب أن يكون شعارنا، الحفاظ على الإنسانية وكذلك البيئة. وبالطبع يجب أن نتحدث عن كل هذه الموضوعات مع ممثلين الشباب. شكرا المستشار الألماني، شكرا الرئيس المصري. الآن نريد أن ننقل الكلمات إلى أفعال، لأنه كما نعلم فإن أزمة تغير المناخ لا تقف عند حدود، ويجب أن تكون الاستجابة لها عالمية، وأن نحارب معا هذا أصعب تهديد تواجهه البشرية. بذلك نختم هذه الجلسة رفيعة المستوى من حوار بيترسبرغ للمناخ. أود أن أطلب من كل الوفود الموجودة على الطاولة الآن أن تنضم إلى الصورة الجماعية في الخارج، وبعد ذلك سوف نعود لهذه الطاولة في الثانية والنصف لأول جلسة مفصلة. استمتعوا من فضلكم بالغذاء. شكرا مرة أخرى للمستشار شولز ورئيس السيسي.